تركوا ما يملكون عنوة ورحلوا عن ديارهم قسرا. لحظة الرحيل لم يكن قبلها استعداد، فكانت أقسى اللحظات. طريقهم مجهول، خطاهم غير معلومة، لم يعرفوا أين سيقفون وإلى أين يصلون. أطفال ونساء وشيوخ ورجال، قادهم مصيرهم إلى حيث النزوح، ولم يكن لديهم الوقت حتى يتلفتون. ساعات طوال وهم يسيرون على أقدامهم ويتحملون أعباء الطريق، حر وعطش ومرض وبكاء طفل. هكذا كان حال النازحين من محافظة الأنبار. أما مأساتهم حين وصلوا فقد كانت أكبر. هؤلاء لم يرتكبوا جرما ليتحملوا هذه العقوبة، أناس بسطاء همهم الوحيد قوت يومهم. عراقيون النازحون، عراقيون، نعم عراقيون. فهل نتركهم غرباء في وطنهم؟ سؤالنا اليوم في أبيض وأسود. أهلا بكم في أبيض وأسود. قبل الدخول في هذه المواضيع وفي موضوع النازحين والحوار مع المسؤولين، لنا وقفة مع هذا التقرير. تستمر معاناة الطلبة النازحون باستمرار الأزمة القائمة في محافظاتهم. مصاعب كبيرة تواجه الطلبة في سبيل إكمال دراستهم الجامعية. البعض استدرك حاله وأكمل الدراسة في بغداد، والبعض الآخر ضاعت عليه هذه السنة ولعل القادمة أيضا. الجامعات العراقية في بغداد سارعت إلى فتح أبوابها أمام الطلبة. هنالك إجراءات استثنائية من الآن لابد من الاستعداد من قبل مجلس النواب وبالتعاون مع جميع الوزارات المعنية. وكما تعرفون أن هنالك لجان شكلت لإعادة إعمار المحافظات، وهنا هناك جهد يتحرك في الداخل وفي الخارج وفي كل يعني الأماكن من أجل أن نعيد الحياة إلى تلك المدن ولا سيما الجامعات. وفعلا احنا واجهنا أزمة كبيرة في السنة الماضية، لأن أعداد كبيرة تفوق 30,000 طالب يعني شكلوا ضغطا كبيرا على الجامعات في كل المحافظات، وبعضهم لم تتوفر له الفرصة بسبب عدم الطاقة الاستيعابية في الجامعات. لذلك علينا أن نبذل قصارى الجهد وأن تكون هنالك جهود استثنائية من قبل وزارة التعليم العالي والوزارات أيضا الخدمية الأخرى. لكن أحيانا الوزارة تضطر أن تتجاوز الخطة لأسباب كثيرة، والسنة أيضا صار تجاوز إضافي على الخطة بسبب الظروف في بعض المحافظات والنازحين. الجامعة العراقية يعني فتحت أبوابها واستقبلت أكثر من 800 طالب في مختلف الكليات، وفرت لجميع هؤلاء الطلاب سكن في القسم الداخلي. إن شاء الله الجامعة العراقية تحاول أن تكون عامل إيجابي. محمد سعدون قهار من الرحالية كلية التربية. كنا نداوم بالرمادي وصارت الأوضاع الهجوم وما أعرف شنو هذا، فحولونا احنا لبغداد. هسه جايين اليوم، جينا ان شاء الله نداوم بغداد نكمل هاي السنه. زين، والسنه الجايه راح تسوي؟ هاي انا ان شاء الله السنه الرابعه، هاي الاخيره ان شاء الله. المرحله الثانيه والله اغلبيتهم ما جم، يعني ما قدروا يجون، اللي ياجل واللي يعني ما يقدر يجي. ان شاء الله لدينا اماكن كافيه اذا كان هنالك طلبه طبعا بقدر معين، لكن وضعنا في برنامجنا أن هنالك طوارئ إذا كان هنالك طلبة
يأتون من إن شاء الله الجامعات الأخرى، سوف إن شاء الله نجعل لهم مكان خاص بهم، بس إن شاء الله تنتهي الأزمة. مراقبون يرون أن ما يحدث هذه الأيام هي كارثة حقيقية بحق المئات من الطلبة النازحين، فيما يطالب آخرون بضرورة إيجاد الحل اللازم والسريع للطلبة الذين يسكنون في أطراف العاصمة وفي مدن مختلفة ليكونوا كأقرانهم في المدارس والجامعات. لبرنامج أبيض وأسود، أرشد الحاكم، قناة الرشيد الفضائية. شكرا للزميل أرشد الحاكم على هذا التقرير. طبعا مواضيع كثيرة اليوم راح نتناولها ضمن موضوع النازحين، وكثير من الجوانب راح نناقشها مع أكثر من ضيف وأكثر من مسؤول. أولا نبدأ مع الدكتور جاسم الحلبوسي، عضو مجلس محافظة الأنبار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ جاسم أو دكتور جاسم. اليوم إحنا نعيش معاناة ناس لحد الآن النازحين، بعضهم ما لقوا لحد الآن المكان المناسب والملائم إلى سكنهم. اليوم نشوف مخيمات لا تفي بالغرض، نشوف أوضاع يعني متعبة بالنسبة للنازح. هذا النازح اللي هو عراقي، حضرتك عضو مجلس محافظة الأنبار وسابقا كنت رئيس مجلس، اليوم شنو دوركم أنتم كمسؤولين في محافظة الأنبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك في هذا البرنامج الرائع أخي العزيز، وأحيي مستمعيك ومشاهديك الكرام، وأقول ابتداء تحية لكل الصامدين في جبهات القتال في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى، تحية للقوات الأمنية وللجيش العراقي ولكل المتصدين للإرهاب وداعش على وجه الخصوص. نعم. وتمنياتي ودعائي لكل النازحين بأن يفرج الله عنهم هذه الأزمة وهذه الشدة وعن كل العراقيين. نعم. وابتداء أود أن أعرج أن ما يجري الآن هو نتيجة لعدم استقرار وصراع سياسي أدى بهذا البلد إلى المزيد من القتل والتهجير والتفجير. هذا الصراع اللي شهد العراق منذ 2003 منذ الاحتلال الأمريكي أدلى بظلاله السلبية على الشعب العراقي، وكان النتيجة أن يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا من الدماء وعدم الاستقرار والنزوح والتهجير، وما نراه اليوم في محافظة الأنبار وفي المحافظات الأخرى هو نتيجة صراع سياسي بامتياز. نعم. هذا الكلام هو جاء بالنتيجة، نتكلم عن النتيجة، لكن احنا صراع سياسي وكل الأشياء اللي أدت إلى هذا الحال، هذا صار واقع حال اليوم. نعم. النازح هو اليوم واقع حال. نعم. أريد نعرف دور المجلس المحافظة، دور المحافظة، المسؤولين اللي موجودين بالمحافظة اللي الناس يعني تعتمد المفروض عليهم، رؤيتك أنت، رؤيتك للنازح اليوم شون نقدر نوصل به إلى الحال الأفضل؟ ابتداء أقول لك إن المشكلة كبيرة جدا. نعم. وهي لا يمكن تقزيمها بدور الحكومة المحلية أو حتى الحكومة المركزية. طيب. لدينا فقط في محافظة الأنبار من المهجرين والنازحين ما وصل إلى حدود 80 إلى 100 ألف عائلة. نعم. بحدود 25 ألف عائلة نازحة في أربيل. طيب. وب15 ألف عائلة نازحة في السليمانية، وبحدود 1000 عائلة في إدهوك. نعم. وبغداد قبل الأزمة الأخيرة وصلت أعداد النازحين إلى 25 ألف عائلة. نعم. وكذلك في كركوك بحدود 15 ألف عائلة، وبقية المحافظات توزعت عليها بحدود 5000 عائلة فقط من محافظة الأنبار. وأنا أعتقد أن النزوح الأخير كان لا يقل عن 15 ألف عائلة. نعم. إلى محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. طيب. حقيقة كنت أنا شخصيا أتمنى أن يكون هناك برنامج وطني للمهجرين والنازحين يقوم بإعداد مجلس الوزراء ويقوم وكذلك مجلس النواب العراقي. طيب. ويكون هذا البرنامج شامل لمعالجة مشكلة كبيرة
مثل هي مشكلة النازحين. نعم. يعمم هذا البرنامج على الحكومات المحلية في المحافظات التي كانت تعاني من مشكلة النازحين، وتكون هنالك معالجة منطقية لهؤلاء العوائل النازحة. طيب. أنا شخصيا تكلمت مع في بوقت مبكر مع السيد وزير الهجرة والمهجرين، وارتئيت أنه يكون هنالك برنامج وطني يعتمد على بطاقة إلكترونية. نعم. تحمل كود وطني، رقم وطني لكل عائلة مهجرة في كل محافظة عراقية. نعم. وهذا الكود الوطني أو الرقم الوطني تقوم على أساسه أن توزع منح للنازحين ورواتب شهرية. نعم. وبطاقة تموينية تعالج المشكلة علاجا جذريا، الذي جرى أن هنالك. نعم. حقيقة لجنة النازحين برئاسة الدكتور صالح المطلق أدت جهد، لكن هذا الجهد لم يكن بالإدارة المثلى. نعم. التي حلت المشكلة. ما يخص الحكومة المحلية هنالك جهود، لكن هنالك جهود أنا أعتقد هي جهود بسيطة جدا، أحيانا. نعم. تكون خجلة لأسباب أهمها هو عدم توفر الموازنات. احنا نقدر نقول اول الاسباب عدم التحضير، عدم التهيئة. احنا المفروض هو كان المفروض انه عندما عندنا عمليات انه نتحضر، انه اكيد بهذه العمليات العسكرية راح يكون اكو نزوح. حقيقة هو المسألة ليست اليوم، المسألة قبل اكثر من سنة. زين، شنو سبب لكن لم تهيئ لها إدارة مثلى. ليش؟ الإدارة المثلى سببها انا اعتقد اولا. نعم. السبب يتحمله مجلس الوزراء. طيب. والنقطة الثانية تحملها مجلس النواب العراقي. كان بالأحرى من مجلس الوزراء أن يعقد جلسات خاصة لأزمة النازحين، وأن. نعم. يهيئ فريق أو خلية، يسميها خلية أزمة، خلية. نعم. النازحين، تعد برنامج وطني تحشد فيه كل الطاقات. طيب. وتحشد فيه كل القدرات والإمكانات الوطنية لكل الوزارات في سبيل حل مشكلة النازحين. الذي جرى. نعم. الذي جرى أنه اختصر هذا الجهد الكبير العظيم. نعم. بجهود فردية وجهود بلجنة بسيطة. كنت أنا بودي أن تتحمل لجنة وزارة المهجرين التعليمات من مجلس الوزراء بحشد الوزارات المتبقية كوزارة. طيب. كوزارة التجارة في عمل بطاقة تموينية وإيصال. حتى وزارة الصحة ووزارة الصحة. نعم. ووزارة التربية. أكيد. ووزارة كل الوزارات معنية. نعم. ببرنامج وطني واسع. نعم. ومنظم له قيادة وله أذرع تستطيع العمل في كل المحافظات. نعم. التي أصبح فيها التهجير. المهجرين عانوا كثيرا. نعم. من عدم السكن. لكن هنا نقف دور الحكومة المحلية. هنا يجي دور الحكومة المحلية، المواطن النازح ما يقدر هو يطالب بهذه الأمور، لازم هذا دور منه؟ دور الحكومة المحلية هي اللي تروح على رئاسة الوزراء وتضغط على الجهات المسؤولة وتضغط على المسؤولين حتى يوصلون إلى نتائج. حقيقة الحكومة المحلية كان إلها دور. نعم. وأنا شخصياً متواضع. أنا شخصياً. نعم. توجهت إلى العديد من الوزراء والوزارات. طيب. واستنشدتهم، وكذلك ذهبت إلى كل فروع الهجرة والمهجرين. في كركوك وفي أربيل وفي السليمانية. نعم. وتكلمنا بهذا الموضوع كثير، لكن غياب الرؤية الصحيحة. نعم. لإدارة هذه الأزمة كانت واضحة، وكانت هنالك جهود فردية وجهود أحيانا لحكومات محلية أو جزء من الحكومة المركزية. طيب. هذا الجهد لم يتكامل بشكله الناضج بشكل مشروع يخدم هذه القضية الكبيرة. نعم. هنالك جهود للحكومة المحلية بمتابعة ملف النازحين. نعم. أحيانا تهيئة دخولهم إلى مناطق كردستان، حيث كانت حكومة كردستان تعقد كثيرا دخول النازحين بطلب الكفيل والمعلومات الأمنية. نعم. كذلك استغلت هذه الأزمة لرفع الإيجار والمعاناة الكبيرة التي عانتها الأسر النازحة في إقليم كردستان وفي المحافظات الأخرى. لم تتدخل الحكومة المركزية في حل هذه المعاناة. طيب. كنا نتمنى على الحكومة المحلية أن تخصص موازنة تسميها موازنة المهجرين. نعم. تقوم على أساسها بتهيئة السكن والإيواء أولا لكل الأسر النازحة،
2 تهيئة بطاقة تموينية لكل الأسر النازحة. نعم. 3 على الأقل تهيئة على الأقل بهذه الفترة يعني. بهذه الفترة. نعم. تهيئة خدمات صحية وتربوية. هذا كله يحتاج النازح. هذا يحتاج النازح. هذا. نعم. حقيقة حتى نعرف هو جهد للحكومة المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، لكن هذا الجهد هو جهد اتحادي وهو من اختصاصات الحكومة الاتحادية لأن فيه صرف أموال. طيب. وفيه موازنات، والموازنات كما تعرف الموازنة تقرها وزارة المالية ويصوت عليها مجلس الوزراء ومن ثم يصادق عليها مجلس النواب. كان بالأحرى بوزارة المالية أن تضع موازنات مبكرة لإيواء. تأخرت ولا زالت لحد لغاية الآن لم تعالج ولو بنسبة 20% مشكلة النازحين. طيب احنا حتى نكمل هذا الموضوع، لكن حتى نقترب اكثر من النازح خلينا نشوف رعد المشهداني شنو شاف يم النازحين. احنا من جينا هناك معاناة يعني الله اللي يعلم بيها، ها، لان الطريق متعب مرهق، وهذا جينا هنا قلب كفاله وقلب شنو يلا طبينا. نعم. من طبينا وصلنا بالليل. نعم. ها ضيعنا غراض، ضيعنا شو اسمه، وهاي والحمد لله شوف هسه استقرينا. اي استقرينا. موجودين. اي استقرينا. قول هلا بالمرور هالبشر هذا التعبان اللي شوفه، العوان نايمه بالعراء، لا فراش لا بطانيات لا مي، هسه مي ماكو، مي تشرب ماكو. فاش شغله الكفيل. نعم. ما تطب الا بكفاله. تقعد ببيت كل 3 دقائق تعرف الوضع الامني، هم من حقهم. نعم. اهل بغداد حفاظا على المنطقه، وتعرف بس تعرف انت شغله السيطرات وكذا، فاحنا يومين بس بسيطره قاعدين يلا طب بغداد. نعم. هي تعرف احنا نازحين جايين من منطقه وتعب وعوائل وجهال هذا الوضع مالنا. هاي جهه قدام عينك مشحت وجوم كلها مشحات، طق تراب، كهرباء ماكو، ولا النهار حاره وبالليل حاره. نعم. وشادر لا يجون حاله فوق انا. احنا لو بس واصل بيه كهرباء واحد يجيب له بنك من الطيبين برضه يساعدونا بيها شيء عمود نتحمل، بس على الوضع هذا قدام عليكم هاي الوضع الجهال والامور، وخيمه بيها 18 واحد ومتحملين. شاهدنا بعض من النازحين اللي كان عندهم هموم، واكثر اكو كثير من الناس طبعا اكو لقطات حتى ما قدرنا نطلعها لان بصراحه يعني مؤثره جدا. اليوم هذا حال النازح مثل ما تفضلت حضرتك، لحد الان ماكو اجراءات سريعه تحسبا لما يحدث بعد. يجوز احنا الان بهذه الازمه يجوز تتطور الازمه اكثر. اليوم نشاهد هذه النقطة المهمة، نشاهد الناس العاديين البسطاء استقبلوا النازحين أكثر من المسؤولين. شنو السبب برأيك؟ حقيقة مو هيجي، يعني احنا في حكومة الأنبار المحلية. نعم. قمنا بتشكيل خلية أزمة. نعم. لمعالجة مشكلة النازحين ضمن إمكانياتنا كحكومة محلية. ماكو عندكم ميزانية؟ لا يوجد لدينا ميزانية، وحتى الموازنة التي خصصت لم تقر لغاية الآن. طيب. ولا يوجد للمحافظة أي مبلغ مالي لا للنازحين ولا لمشاريع إغاثة النازحين. وعندما أقرت الموازنة ذهبت وهنالك خلاف حقيقة عليها حكومي. نعم. وهنالك شكوى حكومية أخرت صرف الموازنة لغاية الآن، ولم تصرف أي مبلغ من الموازنات لغاية هذه الساعة. هاي نقطة. لكن هنالك جهود بالممكن عملها مجلس المحافظة حقيقة، ذهب كثير وفد من أعضاء مجلس المحافظة، وقمنا بعمليات إغاثية، توفير خيام. نعم. ومياه شرب، وكذلك مفارز صحية قامت. هذه كافية صحة. انت برأيك؟ لا ليست كافية. نعم. أنا قلت ليست كافية ولا تسد 20% من الحاجة. نعم. لكن الحاجة كبيرة جدا، والمشروع لا يغطيه جهد الحكومة المحلية وجهد الحكومة. نعم. المركزية فقط. دكتور هو جهد، يعني انت اذا انتبهت على سؤالي اكيد بدنا نشوف المواطنين العاديين استقبلوا اعداد كبيرة من النازحين. نعم. وشفت. نعم. حضرتك. نعم. كثير من المناطق. نعم. نعم. استقبلوا الناس النازحين، الناس حتى اللي ما قدر يستقبل اجر للنازحين. نعم. هذه يعني المفروض هذا الجهد
المفروض الحكومة تكون أكبر جهودها يكون أكبر من هذا الجهد المفروض. نعم. لكن أيضا هنالك جهد مخفي. نعم. الإعلام أحيانا يسلط. نعم. يسلط الأضواء على الجهود الظاهرة جهود غير المسؤولين اللي باعتبارها. نعم. حقيقة هي عملية ممتاز أن يسلط عليها الضوء. نعم. لأن اعتبارها هو حس وطني. نعم. وحس أخلاقي وديني. نعم. على أنه ناس بسطاء. طيب. على قدر إمكانياتهم يقومون بتقديم خدمات جليلة للنازحين. نعم. ويؤوهم في بيوتهم وهذه حالة إيجابية. نعم. أنا أدعو الإعلام إلى التركيز عليها أكثر. نعم. من الجهد الحكومي لأن فيها لحمة وطنية. نعم. وفيها إحساس وطني يحتاج العراقيون يثبت العراقيون في الأزمات إنهم شعب واحد. طيب. لا يقبل قسمة على اثنين كل يحس بالآخر بأنه أخ إلى عراقي أيا كانت طائفته وأيا كانت هويته. هذا الشعور حقيقة يسعدني عندما تقول إنه هنالك ناس بسطاء. نعم. أنا أعرف نعم عوائل في بغداد وعوائل في المحافظات الأخرى في كربلاء. صح. صح. وفي النجف حتى في ميسان قامت بقسم. نعم. وفي ميسان قامت. نعم. بقسمة بيوتها إلى قسمين قسم تقعد بعائلة نازحة وقسم تستغلها هي وأحيانا بدأوا هم يصرفون على العوائل النازحة. نعم. رغم إمكانياتهم البسيطة. نعم. هذا مو غريب علينا كعراقيين. نعم. احنا عراقيين نعتز ونتشرف بهذا الانتماء الوطني الرائع وأنا حينما يتسلط الإعلام على مثل هذه الرسالة أفرح أكثر مما تتسلط الأضواء على الأداء الحكومي. الأداء. نعم. الحكومي واجب. هذا واجب. هذا واجب وهنالك تقصير واضح في هذا الواجب. نعم. تقصير من الحكومة المحلية وتقصير من الحكومة المركزية. نعم. لكن اللي أقوله أن الحكومة المحلية أدت شيء ضمن إمكانياتها قامت بتوفير الكثير من المستلزمات. طيب. وقامت بتوفير مجمعات سكنية. نعم. وخيام وقامت بتوفير مفارس طبية ومتابعات يومية. احنا في مجلس المحافظة حقيقة عندنا لجان قسم من أعضاء المجلس هم في جبهات القتال يقاتلون مع أخوانهم المقاتلين في الأجهزة الأمنية. نعم. وقسم يتابعون الحكومة الاتحادية بوزاراتها وهي في جهود حثيثة يوميا من الصباح حتى المساء. طيب. بمتابعة الوزارات وقسم أيضا يتابعون النازحين. نعم. في بغداد وفي محافظة إقليم كردستان لكن هذا الجهود لا يظهر حقا لا يظهر لأنه جهد حقيقة هو. طيب دكتور احنا الان وصلنا يعني الوقت بصراحة يداهمنا لكن سؤال اخير هل اليوم النازح العراقي راح يبقى بهذا الحال وشقد راح يبقى بهذا الحال نتمنى انه لا يدوم هذا الحال طويلا لكن يا اخي المشكلة معقدة وكبيرة المسؤولية تقع على عاتق الجميع تقع على عاتق ابناء محافظاتنا وعلى عاتق الحكومات المحلية وعلى عاتق الحكومة المركزية. نعم. يجب أن نأتي إلى جذور المشكلة يجب أن يكون هنالك وحدة للشعب العراقي تجاه عدونا المشترك اللي هو داعش. نعم. واللي هو الإرهاب اللي هو كان سبب المشكلة على الحكومة الاتحادية أنه تعمل بجد لتسليح ودعم أبناء العشائر. نعم. ودعم المحافظات التي تعاني من الإرهاب بإعادة الإعمار وإعادة الحياة الطبيعية وإدامة الزخم وإعانة النازحين ومد يد العون لهم اليوم ما نراه في بغداد أنه ما يدخل النازح إلا بكفيل شيء. نعم. مخزي ومعيب لأنه النازح هو ابن العراق وبغداد هي لكل العراقيين. نعم. وأنا مع التفتيش والاحترازات الأمنية لكن ليس مع الإذلال. نعم. ليس مع الإذلال أنا في هذه الحلقة أتقدم بالشكر إلى المعنيين في وزارة التربية وفي وزارة الصحة وفي وزارة التعليم العالي كان لهم جهد كبير في النزوح هذا واجب أخص منهم بالذكر. نعم, نعم واجب لكن واجب. كان واجب متميز. نعم. وواجب حقيقة رائع جدا. نعم. رئيس جامعة الأنبار استطاع أن يوفر مكانات بديلة للجامعة واستطاع أنه يتدارك سنة دراسية. نعم. كاملة لكل أبنائنا. نعم. أيضا مدير عام التربية ومن ورائه وزير التربية الدكتور محمد إقبال هذا كله واجب استطاع أن يوفر بس إحنا نقول همزين أدى واجبهم لكن أنا, 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 أنا أنتقد كذلك أقدم شكري لوزارة الصحة. نعم. وعلى رأسها مدير عام صحة الأنبار والسيد الوكيل الدكتور خميس سعد كان لهم جهد جدا متميز. طيب. وجهد إنساني رائع لكني بهذا أيضا أنتقد مجلس الوزراء وأنتقد وزارة الهجرة والمهجرين
نتمنى التي لم تعمل ببرنامج وطني واضح لمثل هذه المشكلة العظيمة. كان على السيد رئيس الوزراء ووزارة المالية بالتحديد أن يخصصوا موازنة خاصة لملف الهجرة والمهجرين وبأسرع وقت وإلا يحسون بالإذلال. كرامة المواطن فوق كل شيء. كل هذا الكلام إن شاء الله دكتور جاسم، هذه الرسالة اللي حضرتك تفضلت فيها نتمنى أنه توصل، ونتمنى أنه تنفذ هذه الأمور حتى نوصل بالنازح إلى المستوى الأفضل، وإن شاء الله جميع النازحين يرجعون أصلاً، هو هذا الهدف الأسمى. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور جاسم الحلبوسي عضو مجلس محافظة الأنبار، شكراً جزيلاً حضرتك على الحضور. فقط لا يفوتني أن أشكر المنظمات. نعم. والوقت إحنا نشكرهم. منظمة الهلال ومنظمة الرؤية ومنظمة الخنجر وكل من ساهم وساعد في إعانة النازحين. شكراً جزيلاً لحضورك اليوم. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل وبعد هذا الاستطلاع نرجع وياكم حتى نكمل أبيض وأسود. والله يا أخي العزيز، إحنا الأمور اللي مرينا بها النازحين من محافظة الأنبار ومن منطقة البفراج وبالذات، الوضع الأمني كثيف والحالة يرثى عليها، وسببها هم السياسيين وللأسف على بعض شيوخ العشائر. ليش؟ لإحنا مرينا بالأمرين، وأي يوم اللي يجينا أسوأ من اليوم الثاني، ماكو تحسن. والله ليش الحشد الشعبي لا يدخل في محافظة الأنبار؟ احنا شيء منا بالحشد الشعبي وشيء، وكنا عراقيين ولد البلد هذا ونشرب مي واحد. يعني انت اليوم توجه رسالة بأن تسمح للحشد الشعبي يدخلون الأنبار يحررون؟ انا اسمح لأي حشد شعبي او اي انسان شريف او اي انسان عنده كرامة نفسه او اي انسان عنده يحب الحياة الآخرين. فاحنا نشكو امرنا لله وللناس الخيرين، ونوجه رسالة الى الدكتور حيدر العبادي بأن الخلافات كلها يزيلها ويجمع الناس الخيرين، وهي ما طقت من ابن الفقير، طقت من ذوي الرؤساء الأموال مع اعتزاز واحترامي للطيبين، طقت من ذوي الرؤساء الكبار العشائر والفقراء المحتاجين، هم اللي موجودين في مجمع المخيم العاملي وهم اللي وقعوا بيها، وهم كلهم ركبوا سياراتهم ومصفحات وطيارات وطلعهم اللي خارج العراق واللي داخل العراق واللي قاعدين بالنجوم الفنادق النجوم الخماسية. والله الوضع خوش وضع، وساعدونا خلق الله، وجعد والله خد جعد يساعدون المواطنين بفراش وقداء ومي وثلج، لا بالله ما قصروا بعد، خوش خوش يعني فادونا في يده. زين ماكو علاج تنطونها؟ ماكو علاج والله. سارة جوزية، شو هي رجلك حبيبتي؟ اكزيما. اكزيما؟ وشو انت تعالجين بها سنتي هنا؟ عندك دواد بس عصارة. اي ها هي. يلا ان شاء الله تصيرين زينة. فارقنا الرغم ما ردنا الفراق، تهجرنا وتركنا بيوت اهالينا، صار الليل كلش مو حلو الليل، شعلات الليل بديرة اهالينا، قبل صوت البلابل يترس البيت، هسه تقرد لنا المدفعية، ادعو رب يعود الامانة وتعود الناس موحدا الى بيوت اهالينا. جانب آخر يخص النازحين اللي هو الجانب الصحي، ويانا الآن الدكتور محمد جبر معاون مدير عام دائرة الصحة العامة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا هلا دكتور. إحنا نعيش معاناة، والنازحين اليوم بحاجة إلى الجانب الصحي. مثل ما لاحظت الآن قبل قليل طبعا هذه الطفلة، وأكو الكبار بالسن بحاجة إلى أدوية وكثير من المعاناة الصحية. شلون استقبلتوا هذه المعاناة وشنو اللي قدمتوه؟ شكرا جزيلا. حقيقة أنا أؤكد أنه الجانب الصحي بشكل عام مهم جدا، والجانب الوقائي هو أهم جد مهم جدا. لماذا؟ لأننا علينا أن نمنع حدوث أي تفشيات وبائية، ولذلك أول موضوع مهم هو موضوع التلقيحات اللقاحات. لذلك طبعا حتى في النزوح اللي من الأنبار كان هنالك متابعة لإعطاء اللقاحات للأطفال، بالإضافة إلى توفير الأدوية، وأيضا سلامة الغذاء موضوع أيضا مهم، ومتابعة أيضا المواضيع المهمة.
ضمان الوقاية من الأمراض الانتقالية موضوع جدا مهم. طيب. متابعة الحقيقة التوعية أيضا فيما يخص مياه الشرب وتناول المواد الغذائية، لأنه مثل ما نعرف أنه الماء الغير صالح أو أي تناول لمادة غذائية بالنسبة إلى النازح لازم تكون وفقا لأيضا توعية حول هذا الموضوع حاليا. دكتور حاليا إحنا إذا تكلمنا بهاي الطريقة راح نكون أكثر مثاليين. نعم. إحنا اليوم النازح هو يريد أبسط الأشياء اللي هي ما موجودة. نعم. نعم. فإحنا نريد وزارة الصحة نعرف شنو قدمت. قدمت أول تواجد لوزارة الصحة كان متواجدة. إذا نجي نحكي على موضوع النازحين بشكل عام فهي متواجدة ضمن مفارزها الطبية. طيب. وضمن الفرق الصحية وضمن الخدمات المقدمة من المراكز الصحية. يعني الآن الخدمات كانت تكاملية، أي أنه الخدمة تقدم للنازح ضمن منطقة تواجده. طيب. وبالإضافة إلى الخدمة تقدم من المؤسسات الصحية القريبة من المخيمات وكذلك من المناطق تواجد بها النازح. النازح إحنا مثل ما نعرف 10% من النازحين يتواجدون في المخيمات، ولكن بقية النازحين موجودين ضمن العوائل. نعم. ضمن المناطق. صح. إذن هنالك وزارة الصحة أول شيء قيمت نقص الوضع الصحي. هناك نقص موجود وأكثر من عائلة أو أكثر من حتى جهات مسؤولة. نعم. أكدوا أنه أكو نقص خاصة بالأدوية اللي تتعلق بالأمراض المزمنة. نعم. نعم. هذا شلون راح نعالجه؟ الحقيقة هذا معالج. لماذا؟ نعم. لأنه إحنا نعرف أدوية الأمراض المزمنة تقدم ضمن بطاقة، وهذه صار توجيه إلى كافة العيادات الشعبية الموجودة، وكذلك أيضا إذا كانت هناك عيادات تأمين صحي في المناطق. طيب. أيضا الطرفية من أنه يكون هناك متابعة للنازحين ضمن مناطقهم وتنظيم أيضا البطاقات لهم لتجهيزهم بالأمراض بأدوية أمراض مزمنة، وهذا ضمن حصتهم لأن أنه النازح هو ضمن دواء جاي من محافظات. نعم. إذا جاي من الأنبار أو جاي من نينوى أو من صلاح الدين أو من منطقة أخرى فهو أيضا ضمن حصته اللي موجودة في تلك المناطق. لعديش مدى توصل يتم هنا عند قضية إحنا ندعو أنه النازحين صارت حتى أيضا البطاقات أيضا عندما تكون عند هوية النازحين حتى تكون أنه مجانية، الخدمات تقدم إلى بشكل مجاني، لكن عليه شنو؟ أن على النازح أن يتابع مع هذه الفرق الصحية. طيب. ومن أجل أن يضمن وصول حصته الدوائية لحصته. يوم الأحد. نعم. صار هذا الأحد اللي مضى. نعم. صار أكو اجتماع. نعم. مجلس النواب حول النازحين. نعم. أريد تتحدث عن شنو نتائج هذا. نعم. الاجتماع حول. نعم. قضية النازحين. أولا حقيقة هذا الاجتماع كان تعلف على ما قامت به وزارة الصحة. نعم. من متابعة لموضوع النازحين وتقديم خدمات النازحين. مثل ما نعرف الآن طبعا تقريبا أنه أكثر من 1,600,000 نازح موجود في كل العراق، ثلثين النازحين موجودين في إقليم كردستان، أي ما يزيد على 1,600,000 نازح في إقليم كردستان. لذلك إحنا الحقيقة كان عندنا زيارة ميدانية للمناطق المحررة من الموصل وبيناها إلى مجلس النواب، كان طبعا بحضور هذا الاجتماع حضور. نعم. السيدة الوزيرة، فبينا أنه متابعة وزارة الصحة للمناطق المحررة للنازحين في إقليم كردستان للمحافظات الأخرى لمتابعة كافة الأمور الخاصة الصحية والتأكيد على القضايا النفسية، أيضا تنسيقنا مع المنظمات الدولية. نعم. ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الإنسانية وبقية منظمات عندها يسموها المجموعة العنقودية، نستثمر كافة إمكانيات ومواردهم من أجل أن يكون هنالك تعزيز وتكامل في آليات العمل ولا يكون هنالك بعثرة في هذا الاجتماع وهذا. نعم. الكلام كله. نعم. بالواقع شنو الواقع اتمخض عنا؟ أولا ما يلي. نعم. أولا أن تكون هنالك متابعة مستمرة ضمن زيارات ميدانية معايشة ميدانية. نعم. اللي سويناه في وزارة الصحة أن نذهب إلى المناطق ونعايش ميدانيا وأن نقوم بالمتابعة. الآن قبل أن ندخل إلى الاستوديو كان عندي أيضا اتصال من فرق صحية موجودة في أيضا المناطق المحررة كيف ينشؤون ويعيدون بناء المؤسسات الصحية من توفير مولدات، إعادة التلقيحات، إعادة إعطاء الأدوية لي، وكذلك أيضا متابعتهم داخل مخيمات النازحين. إذن أهم نقطة أكدنا على أن تكون هنالك متابعة ميدانية وليس مجرد أنه فقط أن سؤال الأخير. نعم. نسبة السيطرة على الجانب الصحي بالنسبة للنازحين. الحقيقة وزارة الصحة هي وليس أنه
امتداح لدورها، ولكن دورها موجود بالميدان وممكن أنه تتعرفون حتى في الأنبار كان أول وزارة تدخل في الميدان من خلال سيارات الإسعاف والمتابعة وتأيد كافة مؤسساتها. احنا الآن مسيطرين على هذا الموضوع، لكن نحتاج تعاون بقية الوزارات فيما يخص مثلا توفير الرشات. الرشات نحتاج إلى المشتقات النفطية، نحتاج إلى أيضا توفير الكهرباء، نحتاج أيضا دور وزارة الكهرباء في أن تعزز وأن يكون هنالك تعطي الكهرباء لمؤسسات صحية بشكل مجاني، وكذلك أيضا أو بشكل مدعوم، لأنه بقية الوزارات البلديات المياه الصالح السلاك البشر ومتابعتها للنازحين، إذن أن نحتاج إلى أن يكون هنالك دعم وإسناد لبقية الوزارات والجهات من أجل أن تعزز دور وزارة الصحة، لأن الصحة هي مسؤولية الجميع. ولذلك عندما نقدم خدمة صحية لجميع مواطنينا وللنازحين بشكل خاص، فإننا نحتاج إلى أن تكون هذه الخدمة متكاملة. هذا ما أكدنا أيضا ضمن اجتماع مجلس النواب. إذن دكتور محمد جبر، نتمنى أولا أنه توصل وزارة الصحة إلى تأدية واجبها بشكل الكامل، ومهما قدمت أي وزارة وأي جهة فهي تقدم الواجب اللي عليها. حتى والآن ننتقل إلى تقرير آخر. شكراً. شكراً. خلني نشوف هذا التقرير. هاي ناسنا، يعني هاي عوائلنا، وهاي نسوان خواتنا ونسواننا وامهاتنا. المفروض واحد يكون بدقه بنقل الخبر بنقل الحقيقه. احنا القوات الامنيه عانينا اول ايام، ما كانت لا منظمه انسانيه لا احد جانا. يوم الثاني ثلاث يلا جونا، فصار عبء كبير علينا. يعني انا امر الوقت اليوم السادس، يعني من 12 بالليل انام قوم من الالم، وارجع يوم الثاني من 5 الصبح. ليش الناس وهلا؟ ما يحتاج واحد يفزعنا ويقول لي، بس دا نقول حرامات. يعني ماكو ذاك التهويل بالرماد اللي صار، خاطر نقول ناس بهالحجم هذا. فالناس بدأت توعى هالشيء، قاعد ترجع. بس احنا المنطقة احنا شفنا بالمنطقة المقابلة اكو كان مخيم ايواء مؤقت، هنا ما ايضا لكم 82 عائلة بعد بيت الشيخ كامل الدحل، بعده اكو مخيم مجمع نعم مال ايواء 280 عائلة موجودة حاليا هناك، وكم منظمات إنسانية يومية لنسهل مرورها، تعبر مي ومواد غذائية، إسعاف شو لاحظتوا قدامكم، مفارس طبية هم موجودة، ومأمنين أيضا المكان مأمنين بحماية. بالتأكيد هي المشاكل أولا ابتداء من اللحظات الأولى، ابتدت من كثافة العوائل النازحة وضيق الطريق. الجسر هو أيضا يعني ما يتحمل مسألة هاي الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى السيارات. الضغط كان فقط وبدأ بساعات متأخرة من الليل، يعني الأخوان في قيادة عمليات بغداد اتصلوا بنا كلجنة نازحين تقريبا بالوحدة بالليل، هذا قبل يومين أو بدأت من 2000 إلى زايدة الأعداد بشكل مو طبيعي. يعني هذه الأفواج البشرية اللي فأكيد يصير هذا الزخم. بعدين من وجه كل الدوائر، وجهنا احنا مجلس محافظة بغداد، صار اتصال بالإضافة إلى النقل بالسيارات اللي موجودة بمجلس محافظة بغداد، بالإضافة إلى استعانة بوزارة النقل يكون إن هناك سيارات. انشئت مجمعات سريعة داخل محافظة بغداد، بالإضافة إلى قمنا بإرسال هذه المخيمات اللي شفتوها على بداية الطريق، مخيمات هذه وقتية من قبل المنظمات الدولية، هي أكيد مشكورة ودائما تبدي هذا الدعم حتى تكون راحة لهم، بالإضافة إلى أنه اتصلوا بنا قيادة العمليات أنه كانت هناك حالات للأطفال، وضع الأطفال حديثي الولادة جدا متعب، كبار السن جدا لأن قاطعين مسافات، البعض من عندهم مشي يومين أو ثلاثة، هذا أدى إلى تعبهم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، رجعنا ويا دكتور محمد جبر. السؤال الأخير كان بالفقرة السابقة حول مستوى السيطرة بالنسبة لوزارة الصحة، لكن احنا اليوم هذه الوزارات البقية شلون تشوف تعاونها مع وزارة الصحة حول قضية النازحين؟ هو احنا الحقيقة من البيانات انه احنا بدنا نحتاج الى التكامل اكثر ما بيننا، والحقيقة أن ياريت حتى عندما نتحدث يجب أن نتحدث بشكل تكاملي. أي نتحدث بين وزاراتنا وبين جهاتنا، وإن شاء الله أن يكون حتى في برامجنا نتأمل أنه عندما نجلس بشكل متكامل حتى يكون كلامنا واحدنا مكمل للآخر. لأن الجانب الصحي لازم أن يكمل الجانب التعليمي والمأوى والمياه الصالحة للاستهلاك والصرف الصحي، هذه كلها قضايا. أجيب لك مثال، موضوع الجلب والتقمل عندما يكون لا يمكن بس معالجته بالأدوية، لابد أن تكون البيئة
مؤاتية ولا في هذه الحالة. أنت تشوف أنت تشوف أكو نقص بالتعاون بين التكامل الوزارات. التكامل نحتاج إلى تكامل أكثر. يعني أكو مشكلة. نعم أكو تكامل نعني بس التكامل نحتاج إلى أن يكون أكثر. نعم. ما بيناتنا. أن احنا خلينا نبتعد عن الدبلوماسية. لا لا لا. خلينا نكون واضحين. عندما نأخذ مشكلة أنا جبت لك مشكلة الجلب والتقمد. نعم. مثلاً هسه الآن قد يكون واحد يسمعنا يقول أكو نالك جلب وتقمد. نعم ولكن عندما نعالجه قد يرجع. ليش؟ لأنه أكو مشكلة في الحمامات، مشكلة في المرافق، مشكلة في استخدام الأغطية أو الملابس. هذه القضايا يجب أن تكون تكاملية، لأنه مثل ما نعرف الإصحاح البيئي عندما لا يكون جيد فهكذا يؤثر أيضا ويؤدي لحدوث أمراض، وهذه الأمراض حتى عندما تعالجها سوف ترجع. فإذن عندما لا يكون هنالك مي صالح للشرب أو يكون هنالك مشكلة في الماء راح يكون طبعا حالات إسهال، فعندما عالج حالات الإسهال ترجع هذه الحالات. لماذا؟ لأن هنالك مصدر لهذا الموضوع. هذا هو الأقصد بالتكامل. عندما لا يكون هنالك وعي حول استخدام الأمور أيضا راح يكون هنالك أيضا رجوع الأمراض. أكثر الوزارات يعني ما متواصلة ويا وزارة الصحة منه. هو الحقيقة احنا متواصلين، يعني احنا متواصلين بس لا احنا التواصل التواصل موجود يكون. لكنه نحتاج الى ان يكون تواصل ميداني. نعم اكو فرق بين عندما نكون اي وزارة هذه اي كل تقريبا احنا بجانة الوزارات نتحدث وهنالك متابعة، لكن نحتاج ان تكون المطلوب. فرق عمل ميدانية مشتركة. هذه الفرق العمل حتى احنا مع المنظمات. نعم. المنظمات ايضا قلنا لهم انه عندما تعملون على حده هذا غير مفيد. طيب. يجب ان تاتون مع الوزارات مع الجهات التي انتم تعملون بها وتاتون وتعملون في الميدان وتؤسسون لمشاريع وبرامج ومتابعات مشتركه. ممتاز. هذا هو يكون اول شيء استثمار بالموارد، استثمار بالجهود، وبالتالي راح نضمن انه نتيجه افضل واحسن. حتى نقترب اكثر. نعم. من النازحين خلينا. نعم. نشوف هذا الاستطلاع وراجع خلينا نشوف. هاي منطقة بزيبز تشهد نزوح من محافظة الرمادي، محافظة الأنبار، من الرمادي خصيصا، من محافظة الفراج وغير الفراج والبسودة. الأعداد يعني عبرت آلاف الأعداد، يعني اليوم خفت اليوم هاي شوف الأعداد، يعني هاي اليوم ما تتجاوز يعني نص ويا باقي الأعداد اللي البارحة والبارحة التشوا اللي بغداد واللي المحافظات الجنوبية. والله لا شفنا مسؤول يطلعون بس على القناة يكذبون صباح كرحوت وربعة يطلعون يكذبون وما واحد جاي معتهم على العوائل وشاف ايش صار ما صار للعوائل من الملعب. يقولون ان هاي ذولا تعرفهم انت. واجهجون طلعتوا من بيتكم؟ اي طلعنا هسه نروح للوسفيه. وين راح تقعدون؟ ويا بنت رجلي. زين شلون دخلتوا صار لكم كذا هنا بالدخول؟ طلبوا عندكم كفيل؟ اي والله كفنا كفيل وما ادري قوة طببونا. كل سيطرة هسه من الناس تسوي كفالة من يم الجسر وترد السيطرة مال معمل زينب هم تسوي كفالة والدخول بغداد مال الرمل أو مال غزالية هم تسوي كفالة والمنطقة اللي تقعد بيها هم تسوي كفالة. يعني أربعة خمس كفايل تسوي واللي ما عنده كفيلة إلا الله. بالشارع بايتي العوائل نسوان وجهال وشياب وعجايز كلها نايمة بالشارع على مود الكفيل ما يخلونا نعبر من التسعة بالليل صارت بالوحدة وما حد خلانا نعبر والسيطرات كلها سدوها لا يخلونا نرجع لهنا ولا يخلونا نطلع البغداد. يعني الله ما يقبل هيك احنا نمشي اهل رمادي سووا بهنا وينهم وين راحوا؟ ما حد اجى. هاي طلعونا نصعد احنا نصعد بالسيارات بالشفلات بالاسقام يطلعونا. الله ما يقبلها الله لا يوفقهم ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. We'll be right back.
بعد هذا الاستطلاع عدنا مع الدكتور محمد جبر. دكتور، أعتقد لاحظت هذا الاستطلاع، لاحظت هذه اللقطات. أين وزارة الصحة والمرأة على عربانة مال البناء؟ يصير؟ حقيقة هنا إن هم نرجع ونقول التنسيق والتكامل بين العمل اللي موجود. وزارة الصحة دخلنا الحقيقة بسيارة الإسعاف بالمتابعة، لكن لما يكون العمل متكامل راح يكون هنالك الآليات اللي قلت لك عليها. وهي هذا العمل المتكامل هي المرأة تمشي بعربان، يعني لو أكو وزارة صحة لو موجودة هناك، هل هي هذه هل ذوي احتياج خاص أو قد يكون أنه منهكة متعبة؟ هنا النقطة اللي نقطة المهمة الأساسية هي صح موجودة الخدمة الطبية اللي تقدم لهم، لكن هنا يجب أن نفرق ما بين الشخص المتعب أو المرأة كبيرة حالات موجودة السن، وما بين ذوي الاحتياج الخاص اللي أيضا يحتاجون إلى عناية خاصة. فهنا نجي نقول تكاملنا مع وزارة العمل، تكاملنا مع الوزارات اللي تقدم الخدمة بهذا الشأن. هذا هو اللي أنا قصدته واللي قلته. عندما تكون هكذا شيء بس أكو تقصير، خطة متكاملة، أكو تقصير، هو خطة وما نقول تقصير، وإنما لا تقصير. الآن الحقيقة احنا وضعنا خطة، الخطة أول شيء ركزنا وهذا كان أيضا لقائنا في مجلس النواب، وكدنا على التكامل المطلوب. هذا التكامل جانب والتقصير جانب آخر. هو لما تكون وزارة الصحة موجودة في كل مكان ومهيئة بكل مستلزماتها، وأعتقد المفروض الوزارة تعرف شنو مستلزماتها. هنا النقطة نرجع عليها، وهي نقطة أنه المفاجأة فيها، يعني مثل ما تعرف أنه القضية حثت يوم الخميس إلى الجمعة، إلى هاي كان عملية نزوح مفاجئ. هذه العملية بس إحنا بالبداية رأساً توجهت سيارات الإسعاف وهي مستشفى أبو غريب، الحمد لله شكر ما عندنا أي حالة خطرة دخلت إلى المستشفى، هي أيضاً مستشفى المحمودية، هي مستشفى اليرموك التعليمي، هي استقبال كل الحالات، لأنه القضية حدثت بشكل مفاجئ. إذن هذا نقوله أيضا يجب أن يكون لك تخطيط دكتور. تخطيط لكافة الأمور دكتور. الخاصة وزارة الصحة المفروض هي تعرف اليوم العراق هو مو اليوم دي يمر، مو صار يوم موجود. أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، إحنا صار أكثر من سنة هذا النزوح اللي موجود. فمن تقول لي مفاجئ هذا شيء غريب؟ لا، مفاجئ على المحاور اللي صار بيها، مثلا جسر بزيبس اللي شفناه، لازم تكون مستعد لهذه الأمور العادي. يعني إحنا مو قاعدين بدولة أوروبية حتى أنهم أمنين وماكو أي مشكلة. بس إحنا تراها عندنا مؤسسات صحية في كل المناطق الطرف، يعني هذه المنطقة أيضا موجودة بيها. لأن هذه متى يسد هذا التقصير ومتى يعالج هذا التقصير؟ هو الحقيقة طلع إذا لين نبحث وزارة الصحة، وزارة الصحة هي السباقة لكل الأمور اللي صارت، يعني